منذ خطواتي الأولى في بلاط صاحبة الجلالة أرقني كثرة الشكوى ومعايشتي الأزمات. أبناء مهنة أنتسب إليها يتطلع كل مواطن إلى فرسانها للدفاع عنه، فإذا بهم لا يشهرون أقلامهم للدفاع عن أنفسهم والتطرق إلى قضاياهم إلا في أوقات الأزمات وعندما يستحكم الخطر. فرأيت أن أؤسس أو أكتب في قضايا المهنة عبر صفحة صحافة وصحفيون التي أسسها الأستاذ سعيد شعيب في روزا اليوسف 2007 وحررتها واستمريت في كتابتها وتوليت تحريرها لمدة 10 سنوات. تطرقت فيها لقضايا أو عبيد الصحافة، حيث الصحفيون الشبان بلا أجر ولا حماية متطلعين إلى القيد في نقابة الصحفيين، أيضا إلى شيوخ المهنة الذين يمنعون من التصويت ويجبرون على الانتقال لجداول غير المشتغلين وعندها يمنع عنهم البدل. مشكلات عدة تبدأ بثغرات العمل وتدني مستوى الأجور لتصل إلى الإعدام في عدد من الصحف، حيث يتحمل الصحفيون مصاريف التأمينات وإلى آخره من أجل القيد في نقابة الصحفيين. تدني الاهتمام بالعلاج، تدني المشكلة التدريب وتكنولوجيا التدريب والارتقاء بالمستوى المهني لخلق قيمة مضافة لدى الصحفيون ليستطيعون الحصول على فرص عمل بديلة، وأيضا تحقيقات عن عبيد الصحافة الذين يعملون بالسخرة وعن الشيوخ الذين تتدنى حقوقهم المالية بعد الخروج على المعاش، لا يكون لهم حق في التصويت وأيضا يمنع عنهم البدل التكنولوجيا والتدريب. مشكلات جيل من الصحفيين، من يفصل تعسفيا تخاطب المؤسسة المجلس الأعلى للصحافة فلا تدافع النقابة عنه، بل يتم وقف بدل التكنولوجيا والتدريب رغم أن بدل التكنولوجيا والتدريب هو حق مكتسب للصحفي لأنه يحصل عليه بصفة النقابية وليس صفة الوظيفية. وزوال الصفة الوظيفية لا يعني أن يتم وقف البدل والتدريب لأنه لا زال عضوا في نقابة الصحفيين بدون عقد عمل، لكنه يمارس بالكتابة هنا أو هناك، يكتب في صحيفة عربية أو يكتب في موقع إلكتروني لكنه بدون عقد تعيين. فلا بد من وقف هذه الجريمة التي ترتكب بحق الصحفيين الذين يفصلون تعسفيا حتى لا نجعلهم يرضخون تحت ضغوط أيا كانت مادية أو غيرها.